يوم أسود حزين في تاريخ العراق والأمة والإنسانية. في هذا اليوم احتفل الخونة والعملاء بتدنيس أرض العراق واحتلال العراق من قبل القوات الغازية. في هذا اليوم بكت عز الشرق الإعلامية السورية الشريفة، وبكى محمد قريشان الصحفي التونسي مدير مكتب قناة الجزيرة في بغداد، وبكت معه الأمة. يحتفل العملاء بذكرى احتلال العراق. في آن واحد يبكي العراقيون والعرب وكل محبي السلام والإنسانية على ما جرى وحصل في العراق. العراق منذ ذلك اليوم في 9 من نيسان عام 2003 عفوا دخل في نفق مظلم وفي غيبوبة وفي ثبات، لكن رافقت هذه ال20 سنة معارضة لكل مشاريع الاحتلال وأدوات الاحتلال. معنا ضيفنا الكريم الدكتور العميد الركن وليد الراوي سكرتير وزير الدفاع الأسبق ليحدثنا عن معركة بغداد ومعركة المطار وما جرى خلال الأيام التي سبقت احتلال العراق. أهلا ومرحبا دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ سلمان وبيثار قناتك المحترمة. طبعا في هذا اليوم مقدمتك كانت جيدة، وهذا يوم حزين جدا لأنه تم به احتلال العراق، هذا البلد العظيم والتاريخ والحضارة. ومن خلال مجرى الأحداث تبين أن الموضوع أكبر من موضوع إسقاط نظام، اتهم بالدكتاتورية، اتهم بكثير من الجرائم اللي حقيقة هي عبارة عن تزييف وتزوير، منها جريمة علاقة العراق بداعش سبتمبر، امتلاك أسلحة الدمار الشامل، علاقته بتنظيم القاعدة، هذه كلها حقيقة كانت كاذيب واهية، ثبتت الأيام وأثبتوها الأمريكان نفسهم من خلال لجانهم التحقيقية بعد أن هيمنوا على البلد بالكامل وأرسلوا لجان تحقيقية، ألقوا القبض على كثير من القيادات السياسية والعسكرية، أجروا التحقيقات، لم يثبت شيء من ادعاءاتهم الباطلة. هذا يوم حزين كبير على العراق والأمة، لأنه مثل ما أنا أكدت وكثير من الأخوة العراقيين الكرام اللي تحدثوا عن هذه الذكرى، ليس اليوم فقط إنما في السنين السابقة عندما يتم استذكار هذا اليوم المأساوي أنه تم تدمير دولة العراق. والدليل كنا في بغداد، أنه بعد سيطرتهم على مدينة بغداد أرسلوا دبابات لحماية وزارة النفط وتركوا المتحف العراقي مثلا اللي سرقت منه أكثر من 40,000 قطعة، سرقت البنوك، حرقت الدوائر، حرقت الوزارات. يعني نتمنى إن شاء الله تكون هذه الذكرى في دعم مشجع وحافز العراقيين الأشراف في أن يعملوا مسارا لتصحيح ما تم من فساد ومن عملية سياسية فاسدة ومحاصصة طائفية وسرقات قد تجاوزت، لا يوجد بلد في التاريخ يوجد به فساد وسرقات وأموال مقابل نسبة كبيرة من أبناء الشعب العراقي ما عنده الوظيفة ولا عنده التعليم الجيد، ونسبة الأمية والفقر واضح جدا، وهذه إحصاءات موجودة عند الجهات الدولية. لنأتي إلى حقيقة، كثير من المشاهدين الكرام وحتى جنابك وآخرين دائما يعتبرون أنه كأنما معركة المطار هي الحاسمة. المطار نعم بيه تأثير، يعني بيه أهمية، أولا بيه رمزية، اثنين عندما يحتل يساعد على قيام القطاعات المعادية عندما احتل بتعزيز
وفعلا ارسلوا طائرات وفي الموجه الاولى من يعني من خلينا نقول الهجوم المقابل الاول يوم 4 نيسان دمرت بعض الطائرات الامريكيه على المدرج، بالرغم من ان وزاره الدفاع جهزت الحرس الخاص والحرس الجمهوري بعجلات وسيارات قديمه وبالدوزرات وكتل كونكريتيه لغرض وضعها على مدرج المطار لغرض اعاقه اي انسان. فالمعركه اثنين المطار يبعد عن بغداد 10 كيلومتر، ونعم احتل المطار، لكنه يجب ان نعتبر انه المعركه الرئيسيه يعني معركه المطار هي جزء من عده سلسله من المعارك، خاضها الجيش العراقي الحرس الجمهوري بالدرجه الاولى ومعه بعض قطاعات الجيش العراقي اللي تم تعزيز من الفرقه 34 وغيرها. هذه المعارك هي اللي ادت الى احتلال بغداد، وليس فقط معركه المطار اللي هي ثلاث معارك ومعروف يوم 4 بالشهر بدات المعركه الاولى. حستعرض بشكل موجز انه تسلسل الاعمال المعاديه الى ان وصلوا الى مركز بغداد. نعم. يعني اول مساله طبعا هذه جسر اللي واقع على في منطقه جرف الصخر، هذا كان يفترض ان يفجر لكنه يعني بسبب سرعه اندفاعهم او سرعه او عدم تنفيذ التفجير بشكل صحيح الربط لم يتم تفجيره، وبالتالي عذرا اريد توضح لي هذه النقطه بالذات. يعني حقيقه انا تابعت موضوع جسر اليوسفيه وقالوا مسؤوليه رعد الحمداني، فريق رعد الحمداني، وان القائمين اللي تحت امرته على هذا الجسر والواجب اللي يعني مناط بهم ان يفجروه. طيب اذا تم تفجيره او ما تم تفجيره، احنا ما عندنا سقف يعني جوي يحمينا، السياده الجويه لقوات الاحتلال، ونزلوا يعني دبابات وقوات مشات مارينز بواسطه الطائرات هذه، فاذا فجر او ما فجر شنو الغايه يعني الفائده منه هذا؟ نعم. شوف عمليه التفجير عمليه تفجير هي عمليه اعاقه. نعم. يعني هو عمليه تاخير على ما يستدعي جهد الهندسي ويقوم بانتخاب منطقه ملائمه للتسيير وبالتالي يقوم بعمليه تسيير. طبعا هاي المراحل هي واهنه، صحيح ما عندنا احنا تفوق جوي لكن عندنا القدره بالمعالجه والمدفعيه والصواريخ. هاي واحد. اثنين اكو معلومه مهمه، احنا في الحرب اليوغوسلافيه اذا المشاهد الكريم يتذكر كانت تاتينا تقارير يوميه من السفاره، يعني قبل ما انتهاء النظام وتفكيك يوغوسلافيا كان تجينا تقارير باللغه الانجليزيه وبعضها اكلف انا بترجمتها، يعني انجليزيتي جيده. كانوا ايش يقولون اليوغوسلاف؟ انه الامريكان عندهم كانت مشكله في عمليه التيسير، يعني يعتبرون انه هذه الموضوع تيسير الانهر والموانع المائيه كان يشكل يعني عمليه اعاقه لتنفيذ عملياتهم الامريكان. ناهيك عن هذا الموضوع، في موضوع يوغوسلافيا وعند السياوي يقدر يسوي انزال عند القدره بالحركه، لكن عمليه نسف جسر وعنده قطاعات ثقيله مدرعه اللي هي طبعا عمليات الانزال دائما بقطاعات خفيفه، اما القطاعات الثقيله المدرعه طبعا هاي تحتاج الى مسالك بريه وجسور، يعني تتقدم على طرق او حتى على الصحراء، فعندما يصير تفجير حيصير تاخير واعاقه في تقدم هذه القطاعات الثقيله، وبالتالي ياخر من تنفيذ الواجب. دكتور انا اسالك حسب معرفتك وعلمك، هل تم الاعاز للامرين القاده اللي قائمين على حراسه هذا الجسر بتفجيره وما فجروه؟ شوف احنا هذا موضوع فني انا ما موجود، بس انا سمعت من رعد الحمداني، اولا فريق رعد الحمداني قائد فيلق يعني، وهو اصدروا خطه تخريبات وتفجيرات. نعم. وكلفت قوه بحمايه الجسر وبالتالي مسؤوله عن التفجير. هل هذا قدم العدو استشهد العدو سوى انزال براس الجسر وبالتالي ما نفذ واجبه؟ هل عمليه الربط الكهربائي الفني لعبوات التفجير قطعت بالقصف؟ يعني حقيقه ما نقدر نحكم على هذا الموضوع الا يعني صاحب الشان، ولكنه لم يتم التفجير وبالتالي القوات الغازية العدو يعني عبر من هذا الجسر استخدمه واندفع، وهذا طبعا كان موضوع حقيقة مهم جدا، لأنه من هناك انطلق احتل، نرجع إلى الخطة العامة، احتل مفرق اليوسفية
مشاهد الكريم يتصور أينما رق يسيء، وهذا مهم وخطر جدا، بعد أن عبر جسر أجر فصخ. ثم يعني بعد أول ذلك خرق كان لدخول بغداد من جسر يوسفية باتجاه بغداد؟ مكانين، أولا جسر اليوسفية ثم انزال واحتلال منطقة تقاطع غرب بغداد، تقاطع غرب بغداد اللي بعد 30 كيلو غرب بغداد باتجاه الغرب إلى كل ذا كل مقاطع غرب، تقاطع غرب بغداد اللي هو يعني خلينا نقول غرب أبو غريب، هذه هذا اللي هو يعني من جهة الأنبار الفلوجة، الفلوجة باتجاه الأنبار الفلوجة باتجاه الطريق السريع بالفلوجة. نعم. أيضا إذا احتل مفرق اليوسفية، هسه نجي على بغداد، احتل حتى يتصور مشاهد الكريم، احتل مفرق اليوسفية اللي هو جنوب بغداد، ثم احتل تقاطع غرب بغداد اللي هو 30 كيلومتر عن مفرق اليوسفية، هذا ما بعدين هجم على جسر ديالة، نرجع وين القاطع الآخر اللي هو جنوب الشرقي جاء الكوت، لأن عند راتل متقدم للكوت، تتصور العدو وين وصل؟ وصل إلى جسر ديالة. القوات المدافعة عن جسر الديالة قاومت بشدة من ما منعته من العبور، مما اضطره أن يتجه شمال جسر الديالة ويقوم بتسيير يعمل جسور ويعبر من ذاك المنطقة باتجاه الشمال. هذا واحد. عندنا احنا الرتل الجنوبي الآخر اللي هو وصل إلى اللي يعني أقصد الرتل اللي مصاحب لرتل الديالة، وصل إلى رتل اليوسفية، وصل إلى الرضوانية اللي هي جنوب المطار. هسه تصور شلون نعيده، مفرق اليوسفية احتل، تقاطع غرب بغداد احتل. نعم. محور عند اندفاع باتجاه من المدائن، محور اندفاع من المدائن، مفرق قوة مفرق اليوسفية وصلت إلى الرضوانية. الهجوم الآخر هذه المطار قبلها لو معها أو جاء معها قبل معركة المطار، بعد قبل معركة المطار، هذا كل حكي قبل معركة المطار. نعم. إذا توزيع قطاعات المعاهة إضافة إلى هجوم باتجاه جسر المثنى، أنت تتصور بغداد عندك محور معادي بجسر المثنى قوبل بمقاومة عنيفة، دمرت الدبابات واستشهد آمر لواء أظن 41 رحمه الله العقيد ركن أحمد من الحرس الجمهوري، استشهد في هذه المعركة. إذا رتل معادي من منطقة جسر المثنى، بعدين سوى إنزال في معهد النفط وسيطر على المنطقة، هذا محور. عندك محور اللي هو اليوسفية وصل للرضوانية، عندك محور اللي هو سيطر على منطقة تقاطع بغداد واندفع منك على طريق بغداد أبو غريب فلوجة القديم، تصور وين سيطر، هذا كله بعد معركة المطار المصائرة. وعندك من المفرق اليوسفية عند محور اندفع باتجاه الدورة وجسر أبو الطابقة، ثم يجيك المطار. أنت يعني المشاهد الكريم بده يتصور الصورة هذه، بغداد عندك محور جمل اليوسفية وصل للرضواني، غربة يبعد مسافة 30 كيلومتر سيطروا على منطقة أبو غريب وطرق فلوجة بغداد القديم والجديد. ارجع جنوبا عندك جسر المثنى اللي يتصل بالكاظمية، معركة صارت فيه. وعندك محور جايك من 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 المدائن، انصدم جسر ديالة، جوبه مقاومة عنيفة من الحرس الجمهوري جسر ديالة، ما قدر يعبر جسر ديالة، اتجه شمالا بمحاذاة النهر جسر وعبر. هذا كله حكي قبل معركة المطار، تصور أستاذ العزيز. نعم. ثم جاءت معركة المطار. إذا احتلال بغداد يعني هاي المحاور عسكريا أخطر من موضوع بغداد. موضوع مطار بغداد بجانب معنوي الأمر الأول، لأنه يمثل قصور رئاسية والسيادة، هذا موضوع أول. اثنين جانب عسكري اللي هو عندما يسيطر على المطار عند القدرة بتعزيز قواته الموجودة في طوق بغداد من خلال قيام بإرسال يعني إنزالات يعني طائرات شحن. وفعلا أول يوم معركة الدفاع عن هجوم مقابل في يوم 4 بالشهر تم تدمير عدد من الطائرات النقل على مدرج مطار بغداد. فيعني أنا حبيت أن أوضح هاي المسألة، لأن يعني مو للأسف حقيقة البعض من المشاهدين الكرام والضباط الأعزاء اللي خرجوا والسياسيين في هذه البرامج ركزوا فقط على معركة المطار وتركوا المحاور الرئيسية الأخرى لتقدم قوات الغازية لاحتلال بغداد، واللي صار بها مقاومة من قبل بها مقاومة يعني أنا مثلا المثنى الباشل. طبعا يعني الجسر المثنى يعني قوة من الفدائي صدام وآمر قوة
موجود الله يحفظه حي يرزق، وانا اتواصل وياه عم يدركون من دورتي بكوية عسكرية. اثنين، آمر لواء استشهد على الجسر. ثلاثة، الفريق أول سيف أشرف على هذه المعركة. يعني فداية صدام عبروا موقف، فداية صدام عبروا موقف من القيادة والمساعدة أنه صارت معركة وكان حاضر قائد الحرس شخصيا، وهذه وصلت للرئيس أنه أشرف على هذه المعركة شخصيا فريق سيف. واستشهد عقيد الكل أحمد آمر لواء أظن 41. زين، عندك معركة أخرى شرسة في جسر ديالة، وما استطاع بالقوات الغازية أن تعبر، وبالتالي اتجه شمالا. لا تصور تم جسر ديالة يعني شلون الرستمية وصعدت باتجاه معسكر رشيد وتم التسيير والعبور من هناك. فتلاحظ بغداد 4 إلى 5 محاور رئيسية للقوات الغازية توجهت عليه، وليس المطار فقط. هذه حبيت أنا أوضحها بالتفاصيل. نعم. هذه في هذه معركة بغداد. خلي نركز. نعم. على استخدام العدو للأسلحة المحرمة. هناك صورة ل يعني كف جندي عراقي يمسك بقبضته بندقية كلاشنكوف، ويعني هذا الكف والبندقية مغطى بمادة بيضاء، دلالة على استخدام قوات الاحتلال يعني أسلحة محرمة دوليا، وما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم ضد الجيش العراقي. نعم دكتور. احنا انا ارجو ان المشاهد الكريم لا يعني تعرض له هاي الصورة، الكف الجندي الباسل الشهيد ماسك البندقية وكيف بس كف ايده. طبعا العدو استخدم الأسلحة طبعا اليورانيوم منظم مستمر بالقصف بيه، استخدمه لأنه استخدمه حتى بالصواريخ ضد الدبابات أو المدفعية أو المقذوفات ضد الدبابات، استخدم بليت يورانيوم. بس في معركة المطار طبعا من يوم أو يوم بدأ الشروع بالعدوان يوم 19 استمر القصف على منطقة المطار، وبالذات منطقة الرضوانية وتواجد الحرس الخاص إلى يوم 4 بالشهر. يعني احسبها يعني من تحسبها الى وقصف مستمر، وكنا في بغداد نلاحظ، واللي كانوا في بغداد يتذكر جيدا. نعم. انه اكثر من 300 ساعه قصف على هاي المنطقه على بغداد بشكل عام. هاي وين اثنين، بعد يوم 4 بالشهر من شنت فرقه الحرس الهجوم المقابل وتم دحر العدو وانسحبوا للرضوانيه. يعني انا شخصيا عدا المواقف الرسميه تجينا، عندنا جنود بالحماية بالرضوانية كنا نعطيهم بين يوم يوم إجازة، يعني يوم يدام ويوم يروح لأهله أثناء الحرب. ويعني ذكروا لي قالوا لي سيدي ترى قطعات انسحبت من المطار واتجهت خلف طريق السريع وإلى مزارعنا، وموجودة في مزارعنا يعني مزارع يعني المواطنين في منطقة جنوب الرضواني. ثم شنو بينها يوم 4 يوم 5 تم تأثيف القصف على منطقة المطار، والموجود بغداد يتذكر نوع القصف والهزات اللي تصير وحتى الأنوار بالليل نوع الضياء اللي ينبعث من المطار كلنا شفناه. استخدموا عدا اليورانيوم المنظم، استخدموا مواد عنقودية سامة، كانت بعض المقاتلين يذكر أنه يعني مادة مسحوق أبيض اللي موجود على كف الشهيد لاحظناه. في كثير من الصور انه بعض الجنود باقين هياكل عظميه. طبعا كل القوه يعني حقيقه ابيدت في اللي سوت الهجومات المقابله ومتواجده بالمطار. اضافه الى ذلك احد القاده الامريكان صرح عن حجم الثقل النالي استخدم بالعراق عندما يقارن بوزن قنبله هيروشيما اللي كانت على ما اظن 1 ميجا طن الف طن، يعني اكثر من 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 من, من أحد الباحثين يقول 60 إلى 70 وزن قنبلة هيروشيما استخدمت على العراق خلال هذه الأيام، وهذا بناء مستند على تصريح لوزير الدفاع عندما قال استخدمنا الثقل الناري بحجم هلقد كيلو طن، واللي متقسمة إلى قنبلة نووية تطلع بالحدود 70 قنبلة نووية. ثلاثة، في موضوع المطار أخوان الأعزاء احنا حكينا وحكوا آخرين، يعني كل من ابن بغداد خصوصا العايش في منطقة الكرخ إذا كان يتنقل باتجاه الفلوجة أو مناطق العامرية حي الخضراء الشرطة كان يشاهد أول ما تدخل منطقة يعني بعد كلية الزراعة مسافة على اليمين فد جراج كبير جدا لسيارات الحمل الحصو والربو
وكله إلى المطال لتبديل التربة الملوثة. فأكيد استخدموا هذا النوع من السلاح المحرم دوليا. نعم دكتور، يعني احنا نعرف ان هناك قيادات مناطق اربعه، مناطق الاربعه كانت هي اللي قسمت بين القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي والاوسط وبغداد، يعني ما كان لها وجود ولا كان لها يعني شيء ملموس من نشاطات وفعاليات، وبعد 9/4 اختفت هذه القيادات. احنا يعني هذا ماني معلومات منين هذا؟ يعني ما مصدر معلومات من هو؟ انا اعطيك مثال على قاطع بسيط وشهود احياء اللي هو قاطع الفرات الوسط اللي للاسف لم يعزز، حكينا في حلقه سابقه لم يعزز بقوات، يعني حتى مستوى كتيبه، انا بس قلت لك كتيبه الاستطلاع الفلق الثاني. حدث انزال في منطقه النجف، واظن عضو قياده القطريه المسؤول استشهد بالمعركه، ما اذكر اسمه منه. قائد قوه، ايش عنده قوه بالنجف؟ عنده موقع النجف تدريبي. منو امر قائد؟ منو امر مركز تدريب النجف؟ العفو موقع النجف. اكو موقع النجف العسكري ومركز بقوه عسكريه. واكيد اكو فرقه جيش القدس. قادهم عضو القياده القطريه المسؤول على القاطع هذا استشهد بالمعركه، ومن الضباط الذين ساهموا في التصدي للانزال وقاتلت العدو في بحر النجف الفريق الركن عثمان الغانمي اللي صار وزير داخلية وكان آمر موقع النجف يا أخي الكريم، وأسر بالمعركة، قاتل بشجاعة، يعني رجل من دورتي بالأركان ومن يعني قبيلة الوقت اللي سقطت به بغداد، احتلت بغداد، كان هناك قتال كما تعلم حضرتك في البصرة مقصر وفي الناصرية طبعاً. نعم والنجف مثل ما تفضلت، نعم. يمكن هذا اسمه غازي الله يرحمه، ما ادري اسمه، يمكن ذكر ميسر التنظيم القيام. نعم اكو قتال كان هنا وهناك، طبعا قتال موجود كله، بس احنا في حلقات اخرى شوف تحدثت عن خلينا نقول مقومات او كيف بني الاستراتيجيه العراقيه، انه عدم لان ما عندنا اي نشاط جوي ابدا، وحشينا طائره واحده للانتحار الاستشهادي الله يرحمه نافع اظن الجبوري فقط، لذلك اندفاع القطاعات بالصحراء معناه ابادتها، وبالتالي بنيت استراتيجيه الدفاع العراقي على الدفاع على حافه المدن، لذلك من تجي الفيلق الخامس الامريكي من اندفع من الناصريه من عبر البصره اندفع بالصحراء الناصريه، نعم افرز قوه للسيطره على مدينه الناصريه وصارت معركه بالناصريه، انما جهد الرئيسي اندفع بالصحراء ما يعني ما جاب اي مقاومه، عندما يتقرب الى المدن يلاقي المقاومه وبالتالي يفرز قوه لسيطره على هذه المدن، بس الجهد الرئيسي المدرع هو اتجاه الصحراء، الصحراء وبعيد عن، نعم عولج برميات مدفعيه، عولج بضربات صواريخ ارض ار، بس يعني تاثيرها محدود، هذا كان الجهد الرئيسي استطاع بقوه بسرعه ان يصل الى اهدافه، هدف السوق الرئيسي هو بغداد. نعم. يعني حقيقة في الوقت اللي كان هناك قتال ومواجهة لقوات الاحتلال في هذه المحاور اللي تفضلت وذكرتها باليوسفية ويعني غرب بغداد وأماكن أخرى وبالمطار وفي أم قصر وفي الناصرية والنجف، كان بنفس الوقت هذه حقيقة كان هناك في مدن أخرى حصول تفاوض بين قوات الاحتلال وبين المسؤولين الإداريين وشيوخ العشائر في هذه المدن لتسليمها للأمريكان بدون قتال، يعني هذا موقف وهذا موقف. نعم يعني أستاذ أبو يثار وين؟ احكي لي وين؟ أي مكان؟ الموصل، الموصل، أنا ابن الموصل، أنا أنت ابن الموصل عن الغير الموصل أستاذ العزيز المشاهد الكريم يعرف قاطع عمليات الشمالي بعد أنا أسألك حتى إذا عندك معلومات أقول لك هذا موقف وهذا موقف، أنا لو ما متأكد ما أحكي. نعم أنا شوف القاطع الشمالي اللي هو موصل كركوك ما صار به هجوم عسكري عدا قصف جوي،
وبالتالي مع قوات البيشمركة سيطروا على الموصل وصار تفاوض، مثل ما حدث تفاوض في الأنبار. بس إذا بعد أن التفاوض قائم يعني ما حشيت من عندي ولا يعني خارج ما حصل. شوف أني يعني معلوماتي طبعا موضوع الموصل، أنت تعرف متابع الموصل حاله حال ساحة عمليات الأخرى، بالرغم فيلق الخامس هناك ولم يحدث قتال، لمثل ما ذكرنا بالسابق والمواطن الكريم المشاهد الكريم يعلم أنه الأتراك منعوا الفرقة الرابعة من استخدام هذا المحور، وبالتالي لم يحدث قتال، إنما قصف جوي وصار إنزالات محدودة من قوات الماريز، وبالتالي قوات البيشمركة سيطرت على كركوك، سيطرت على الموصل، وقد يحدث صار تفاوض في هذا الموضوع. وفي الأنبار أيضا حدث تفاوض بعد وفي صلاح الدين وحتى في كركوك ماكو اي قتال بعد الاحتلال. لا موصل، المدن البيضاء، المدن البيضاء. استاذ العزيز انا اتحدث لك عن اضاء حدث في الأنبار بعد احتلال بغداد. أنبار مثلا انا اعرف، لان انا اعرف القائد طبعا الأنبار كان قاطع عمليات وكان منفتح بالأنبار وعند لواء المدرع 12 من الفرقة الثالثة وتشاغل مع قوات أمريكية عندما حدث إنزال سد حديثة، لأن كانوا يتصورون نحن عم يعني نفجر السد. لذلك هذا القاطع بعد احتلت بغداد جلس مع الأمريكان وتفاوض وقع وثيقة استسلام. طبعا هذا شوف أكو موضوع دائما أنا في بالي من المشاهد الكريم قد أو المتابع، في معركة في مايس يعني ذكر ثورة مايس وبعد أن الإنجليز يعني احتلوا العراق. ثورة مايس تحرر عام 1941 42. نعم. نعم نعم. بعد ما تعرف أصبحت هذه هتلر أيدها لهذه الثورة. اثنين صار تنسيق بحيث أرسل سرب طائرات من سوريا، لأن سوريا كانت تحت الاحتلال الفرنسي وفرنسا احتلت وحكومة فيشي، هذا معروف التاريخ، بحيث أرسل السرب طائرات يقوده ابن السفير فون بابل، كان سفير ألمانيا في ذلك الوقت، ابنه هو آمر السرب طائرات وجاء إلى بغداد. فالإنجليز شعروا بالخطر أنه العراق أصبح مع دول يعني المحور الألماني، فتم احتلال. أرسلت الفرقة الأولى من الهند والقوات الإنجليزية من الأردن بقيادة كلوب باشا، عندما وحدثت معركة سن الدبان والحبانية ومعروف. عندما وصلوا إلى طوق بغداد، ما دخلوا إلى بغداد، حاصروا بغداد، ووزارة الدفاع أرسلت على ما أظن الفريق أو اللواء ركن غازي الداغستاني، والتقى بالقوات قائد القوات البريطانية الغازي اللي حاصر بغداد طوق بغداد. الحكومة معلوم انهزمت، هربت حكومة السبعاوي والجيلاني وترك العراق فوضى معروف الأحداث مريض. القصد وين؟ أنه الإنجليز عندما حاصروا بغداد ما اقتحموا بغداد، إنما أرسلوا رسالة أن يعني الموضوع أنت حكومة ماكو، هربت الحكومة وبغداد محاصرة مطوقة بعد معارك اللي صارت في الحبانية في سن الدبان. أرسلت وزارة الدفاع وفدا برئاسة غازي الداغستاني تفاوضوا ووقعوا وثيقة الاستسلام وانتهى الموضوع، وسيطرت الجيش على الدولة. لكن هنا العملية القصد تدمير العراق وليس الحفاظ على موساد، ليس هو الجيش مال نظام حقيقة مؤكد هذا الشيء، جيش أسس بال 21 وليس صحيح يعني في فترة يعني زمنية محددة، خصوصا بعد موضوع الجبهة ما نريد نثير بهالمواضيع السياسية أنه يمنع أي نشاط سياسي داخل مؤسسة الجيش عدا حزب البعث اللي حزب يعني أصبح جيش عقائدي، بس يبقى هذا جيش الدولة جيش العراق. نعم دكتور، حتى ننصف هذا الجيش يعني احنا انتهينا بهذه الحلقة، بس راح افتح موضوع مهم جدا. العراقيين ما ينامون على ضيم، وبعد 9/4 لم تكن المدن البيضاء بيضاء، وانما اصبحت حمراء، حمراء على قوات الغزو والاحتلال، وهي المدن اللي قالوا عنها بيضاء وما اطلقت رصاصة لكنها انتفضت واستمرت في مواجهة الغزو والاحتلال. هذه الخسائر بالقوات الغازية بالآلاف من القتلى ومن الجرحى، زين، كلها بفعل رجال العراق، سواء من عسكريين
أو غير عسكريين. إذا ما أتيح لنا أن نناقش هذا الموضوع نناقشه بحلقة أخرى إن شاء الله. تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.